واحدة واقفة اليوم. اتفضلي. ايه ده؟ ده الزي الشرعي للمرأة المسلمة العفيفة. انا بلبس الحاجات دي. ما ينفعش تدخلي دولة الخلافة من غير الزي الشرعي. إلا لو عايزة تعرضي نفسك للجلد أو الذبح. أنا مش عايزة أروح دولة الخلافة دي. ده إيه يا أكرم؟ أنت ما فهمتهاش قوانين الدولة الإسلامية ولا إيه؟ واحدة واحدة يا عمر. واحدة واحدة. روح. مش هينفع تخش الرقة باللبس ده. لازم تلبسي. البسيه روح. انا مش عارف البس بتاع ده. مش عارف البسه ازاي. يا ربي بقى. اكرم انت لازم تنسى كل اللي فات وترميه ورا ظهرك، واولهم المحمول وجواز السفر. وانا مستعد يا عمر ارمي كل حياتي اللي فاتت ورا ظهري. بارك الله فيك. اليوم ستكتب لك شهادة ميلاد جديدة، ومن الآن أنت أبو سيف المصري، أحد رجال الدولة الإسلامية، أحد جنود الله في الأرض. شكرا يا عمر على كل حاجة. تروح محتاج محمولك وجواز سفرك انت وسيف. المحمول وجوازات السفر.